في هذا الفيديو سوف تتعرفين على أفضل تمارين البطن يجب عليك القيام بها لتحصلين على بطن مسطح. جربيها، فقط جربيها، ثقي بي، جربيها وأخبريني في التعليقات عن النتائج بعد أسبوعين فقط. أول حاجة بغيت نشكر كاع الناس الزوينين اللي صيفطوا لي الرسائل في الانستغرام وكيشكروني، شكرا بزاف صراحة. الميساجات ديالكم كانوا بواحد الأهمية كبيرة وكيحفزوني باش أنا نزيد نحط لكم فيديوهات أكثر. ولقيت بزاف ديال التعليقات اللي قلتوا لي نهضر لكم على التمارين ديال البطن، وفي هذا الفيديو هذا غادي نعرفك على أفضل تمارين الأنثوية لعضلات البطن، وفي نفس الوقت كتخدم مناطق أنثوية. ما عليك إلا تبعي معايا هذا الفيديو كامل. بالنسبه الى جاك شي تمرين صعيب من هاد التمارين اللي غادي نعرفك عليهم، مالك الا تخلي لي في كومونتير الرقم ديال التمرين اللي جاك صعيب، وان شاء الله غادي نحط واحد الفيديو مره اخرى ان شاء الله، وغادي ندير عليكم نفس التمارين ولكن بواحد الطريقه اللي هي سهله شويه. ساو جلي راسك باش نتعرفوا على التمرين الاول، ولكن قبل عندي واحد الطلب صغير. مكرهتش انك ديري جيم وتابوني عندي في القناه وخدمي الخاصيه ديال الجرس باش بقى يوصلك كل فيديو ديالي من غادي نحطه ان شاء الله. التمرين الاول مهم بزاف بالخصوص الجزء السفلي من البطن، وكيستهدف عضلات البطن بالكامل زائد عضلات المؤخره. كنصحك انك تخدمي هذا التمرين هذا، وركزي مزيان على طريقه اداء التمرين بشكل صحيح، وحاولي ما تقوسيش الظهر ديالك وانت خدامه هذا التمرين. المده ديالو 20 ثانيه حتى 30 ثانيه الا قدرتي. التمرين الثاني كيستهدف البطن من الفوق ومن التحت. واخا كيبان لك التمرين بحال هكا راه ساهل تخدميه، غير حاول تشدي التوازن ديالك. عافاك ركزي مزيان على طريقة أداء التمرين بشكل صحيح، حيت ممكن يكون غير خطأ بسيط ويفسد لك التمرين كامل. وحتى التمرين تقدري تخدميه ما بين 20 ثانية حتى 30 ثانية إلا قدرتي. التمرين الثالث ناري شحال عزيز عليا هاد التمرين، غادي تخدميه وانتي مرتاحة، وغادي يستهدف لك كل مناطق البطن. الكرش ديالك غادي تخدم كاملة في هاد التمرين. ما تنسيش ليا واحد الحاجة ضرورية، التنفس الشهيق والزفير ضروري ثم ضروري باش تحافظي على التركيز والهدوء في التمرين. المدة ديالو 15 ثانية حتى 30 ثانية. اليد اليمنى كتمشي عند الرجل اليسرى، واليد اليسرى كتمشي عند الرجل اليمنى. ودابا اجي نشرح لك التمرين الرابع. كيستهدف جميع عضلات البطن وحتى الجناب، ما نسيناهمش في التمارين ديالنا. وانا كنعرف بزاف ديال البنات كيعاني من المشكل ديال الجناب. المهم هاد التمرين غادي يعاونك بزاف، غير الحاجه اللي ننصحك بها خدمي التمرين بطريقه صحيحه كيفما كتشوفي معايا في الفيديو. حاولي انك ديما تعاودي الفيديو وانتي كتطبقي التمرين حتى تقنيه مزيان، وكنتمنى لك حظ موفق. المده ديال هذا التمرين 25 ثانيه حتى 40 ثانيه الا قدرتي. هذا التمرين الخامس بلا ما تخلعي راه ساهل، واخا كيبان لك بحال هكا. ونفكرك شحال درنا هاد الحركه ملي كنا صغار. يا سلام الا ما درتيش هاد الحركه بلا ما تقولي لي بلي راكي دوزتي الطفوله ديالك مزيان. المهم التمرين كيستهدف الجزء السفلي من البطن، والفوائد ديالو كثيره بزاف. المده ديالو 15 ثانيه حتى 30 ثانيه الا قدرتي. التمرين السادس، الى خدمتي هذا التمرين غادي تحسي بجناب ديالك مزيان، حيت كيستهدف جوانب البطن بطريقه مزيانه. حاولي تخدمي هذا التمرين وما تزقليش، حيت هو اللي غادي يهنيك من جناب ديال الكرش زعما الترهلات ديال تحت الظهر. المده ديالو 15 ثانيه لكل جانب.
والتمرين السابع بين كل شيء والتمرين الساهل، غادي تخدمي العضلات ديال البطن السفليه مزيان وحاولي تكملي 15 ثانيه ديالك. ما تنسيش التنفس الشهيق والزفير وانتي مرتاحه، وهكا غادي تقدري تخدمي التمرين بطريقه اللي هي مزيانه. التمرين الثامن والاخير زوين بزاف، شوفي خدمي هاد التمرين وردي عليا الخبر. غادي تحسي بالجناب ديالك باغيين يخرجوا من بلايصهم، كيستهدف عضله البطن الجانبيه المده ديالو 15 ثانيه لكل جانب. واذا كنتي مبتدئه بركه 10 ديال الثواني لكل جانب. وهاد التمرين اللي عرفتك عليهم كاملين تقدري تجمعيهم في حصه واحده المده ديالها 6 ديال الدقائق. والا بغيت نصور لكم حصه كامله بهاد التمارين هادو وباش تخدموهم معايا مباشره قولوا لي في كومونتير. في البدايه غادي يجوك التمارين صعاب وما غاديش تقدري تخدميهم، ولكن اهم حاجه المحاوله والاستمرار، وغادي تقدري تخدميهم كاملين ان شاء الله. وديري في بالك واحد الحاجه، كون كان هادشي ساهل كون كاع الناس عندهم واحد الفورمه اللي هي زوينه، ولكن هادشي حيت صعيب داكشي علاش فاش انتيا غادي تكون عندك الفورمه زوينه غتكون عندها واحد القيمه. المهم اللي بغيت نوضح، ديما الحاجه فاش كتكون صعيب باش نوصلوا ليها كتكون عندها واحد القيمه اكثر من الحاجه اللي كنوصلوا ليها بالزربه. ما عرفتش واش متفقين معايا ولا لا. الا كنتي متفقه معايا خلي ليها في كومونتير الراي ديالك واش بصح الحاجه اللي كتكون صعيبه نوصلوا ليها كتكون عندها واحد القيمه اكثر من الحاجه اللي كنوصلوا ليها بالزربه. شاركوني الراي ديالكم في كومونتير، وانا غادي نوعدك بواحد الحاجه نهار توصلي الجسم اللي انتيا كتحلمي به ولا انتي اللي باغاه، هنايا غادي تعرفي شنو هي الثقه في النفس ديالك. شوفي النظره ديال المجتمع فاش كيشوفك انت شجاعه وثقه في راسك. المهم واحد الشعور لا يوصف. ما عليك الا تبعي معايا تمرين تمرين فيديو فيديو، وغادي نخلي كاع صحاباتك يغيروا منك. السلام عليكم. إليك بعض الأمور التي تؤدي إلى تراكم الدهون في بطنك أو انتفاخ بطنك. أولا، تناول الطعام بشكل سريع تؤدي إلى انتفاخ البطن بسبب عدم هضم الطعام بشكل صحيح. ثانيا، عدم شرب الماء بشكل مستمر، هذا أيضا يؤدي إلى انتفاخ بطنك، فالماء يساعد على حرق الدهون. ثالثا، قلة الحركة، هذا أيضا يقوم بانتفاخ بطنك بسبب عدم حرق السعرات الحرارية التي تناولتها. رابعا، نظام الغذائي السيء أو العشوائي، أنك تتناول أي شيء. خامسا، تركز فقط على تمارين البطن لوحدها وبالتالي سوف تقوم بانتفاخ بطنك. يجب أن تتمرن جميع عضلات جسمك لأن الجسم يحتاج إلى توازن في التمارين. لنكون متفقين يا متابعي على نقطة مهمة، لا يمكن أن نقوم بإزالة الدهون في منطقة واحدة في الجسم إلا بعملية الشفط. بعدما تعرفنا على الأسباب، إليك 8 خطوات سوف تساعدك على تخلص من تراكم الدهون في بطنك. أولا، تناول الألياف القابلة للذوبان. ثانيا، ابتعد عن الدهون المهدرجة. ثالثا، حاول دائما من تقليل من الضغط العصبي. رابعا، مارس الرياضة في هواء الطلق. خامسا، غير نمط حياتك وتخلص من الروتين اليومي. سادسا، جرب أن تقوم بالصيام المتقطع فإنه مفيد لمن يريد أن يتخلص من تراكم الدهون في بطنك. سابعا، النوم الكافي تقريبا 8 ساعات إلى 9 ساعات ليلا، وركز على كلمة ليلا. ثامنا، ركز على تمارين المقاومة مثل تمارين الكارديو وتمارين لعضلات جسمك بالكامل. وهنا تنتهي حلقتنا يا متابعي، ولكن السؤال المطروح، ما هي الوجبات التي ترفع من معدل إفراز هرمون التستوستيرون؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. فكن في الموعد يا أجمل متابع، ولا تنسى الضغط على زر اللايك مع الاشتراك في القناة وتفعيل خاصيه الجرس. واقول لك شكرا كثيرا على المشاهده، واتركوا لي كلمه بوم في التعليقات. نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم. ليتس جو.
وقبل أن أنسى أريد أن تترك لي في التعليقات رأيك حول شرح هذا الفيديو. حكيم الماجيسيان بوم.